بسم الله. بلموت بلموت بلموت. ضربتني البيلز نتاعو. السلام عليكم. تصميم المرور اليوم في الجزء رقم 3 لي تختيم كاب هيد اكسبرت على البي سي. فحالكم يا جماعه المره الفايته عملنا ثلاثه البوس اللونيه، الكلون والجني وهذه نتاع الكيكس نتاع الحلويات. سو في هذا الجزيره الثانيه مازالوا زوز، مازال الببغاء ولا العصفور اللي يشبه وودي باكر والتنين. انا ماذا بيا اقوم بالتنين لاني قمت به يعني في الماضي، لكن علي ان ابدا الببغاء وسيكون اصعب. الببغاء يفكرني قليلا بدكتور كال، لذلك سيكون تدريب له. ويلا نذهب. بسم الله نكون انا بالطائره. لازم نضربوا لازم ننتبهوا من العظمه في الريجلر تقسم على ثلاثه، بينما هذه تقسم على خمسه. الخمسة ما تعجبنيش. الخمسة تقتلني بسرعة. اوب اكملت. اوه بش يكون صعب هذا، بش يكون صعب. ايوه بسم الله. ليش نضربه بالانفجارات خطرني بعد منه ويش مضربني بالواحد. بش نموت، بش نموت زيد. العظمة صعبة عليا. نشوفش نتوقعها جيدة. نية كبيرة وتخرج خمسة طلقات كالشوتجن. دونك زميش نقعد من فوق، زميش نقعد من فوق، زميش نقعد من فوق، زميش نقعد ديما هكا في الأسفل هكا في هذا باش ما توصليش. البولتس نجم نعمل دوج. المشكلة فقط هذه الثانية والثالثة نهبط. تو نقرب له، عندي القنبلة جيد. المفروض انتهينا باه. السكشن الثانية، السكشن الثانية نجم نعملها خاطرها ريش، نجم نشوفوا الريش. جيد جيد، نجم نشوفو نجم نشوفو ويتعب. هذه ايزي، هذه ايزي. بقى السكشن الثالثة نحبش زادة خاطر كطفل صغير. بعد بسم الله الطفل الصغير صعب جدا. ثلاث ضربة على خاطرني شفت الهيلث نتاعي، حبيت نمشي نشوف الهيلث نتاعي يا اخي ضيعت التركيز. هذا اللي منحبوش. عندو أرى قداش الواحد الدور، أرى كيفاش يدور، دور بسرعة وياخو برشا مسافة. ناخو هذي بسم الله. بسم الله بدا تكبر وباش يدورو وباش يبداو يدورو وباش يبداو يدورو. ضل لازم ندخل أوب يبداو يدورو بسرعة. هات نعاودو. هنا قاعدين نضربو فيه، هنا قاعدين نضربو فيه، لكن عندي هيلث واحدة. اجي جي جاتي قنبلة، اعطي قنبلة بالله يوفى بهذي القنبلة بالله. يس وفى بها، وفى بها وفى بها وفى بها. تو السكشن هذي زادا متعجبنيش خاطر فيهم برشا بروجيكتايلز. عندك القلب اللي يضرب، عندك العصافر اللي يضربو. باش نقعد نضرب القنبلة خير. وفما هاك الزبلة، الزبلة اللي تسقط من فوق. باش شالي يموت شالي يموت شالي يموت شالي يموت. يس يس رجعك القلب، رجعك القلب. بسم الله بلا موت بلا موت بلا موت. ضربتني البيلز نتاعو. شعارة عودي باه. عودنا غلبناه، عودنا غلبناه. وكالعادة عندي اتش بي واحد. اي جي عصفوري باز مش نقعد فوق العصافر. الغلطة نتاعي نقعد فوق العصافر ويزمك الزبلة، يزمك الزبلة. بعد بعد شعارة ضربتني. يزمني هيك الشوتجان. عندي اوني كعبة باري. شعره ضربني. لا زبلة 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 منحبهاش منحبهاش. يس عم كعبة بيري. شعره اوف شعره ضربت. يجي يجي كل كله موت كله موت 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 موت. يس يس موت. نوك اوت نوك اوت. اي هيك شويوها شويوها بالملح وال مش شوي ومدجوها مشوي فوحو ملح والفلفل الاسود. هات نشوفوا التايم. قعدنا اكثر وقت. ال اتش بي بونس خسرناه، فعملنا باري و سوبر ميتر، لذلك جينا بي بلس مش اس. انما يلا مسالش انتهينا من هذا. او تو نمشيو للتنين.
اظن هذا يوصلنا له، يوصلنا ايه يوصل هذا التنين. بعض الناس تقول هذا اصعب الواحد، لكن دكتور كال اصعب شخص، اصعب بوس في اللعبة. ايوه نسيت معلش طيارة يا حسرة. واول شيء يتغير انه التنين يصبح يجي يذهب في اتجاهنا ليس العكس. نمشي بالسياسة تبانا من الذيل متاعو، نمشي هكا. انا توقع هكا جيد، هذا يعجبني هذا السلاح اللوني. بسم الله رد بنا من الذيل. اوه الذيل ضربني. يلا مزال نضربو، مزال نضربو. المشكلة في السبيشال هذا نضربو ما ساعات يعني كيف نهبط نجم نطيح، وتتحسب ضربة يعني. ما اللعبة تعاقبني على خاطرني عملت سبيشال في مكان سيء. وانتهينا من الفيز الاولى، وتو الفيز الثاني نكرهها. علاش نكرهها؟ على خاطر هذا من الصغار نعرفش وقتاش يقفز فوق، يقفز هاك. اوف جربي جيت قفزة صغيرة. مشي 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 ضرب 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 ضرب. موت 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 موت. يس مات مات. شو مش عملوها من اول محاولة؟ لا عاد هذا الخرا، هذا الصعيب على خاطر اصلا عندي سبيشال، عندي سبيشال زعما جيت فيه جيت فيه على خاطر هالنار. هذا اللي حكيت لكم عليه، كيف نخرج من سبيشال نضرب. ولا حالي بدلت، حالي بدلت السلاح الثاني. السلاح الاحمر مسحقوش اظن مسحق. طبعا نشوف ايه دون نعمل هذه المحاولة بعد نبدل السلاح. يس ناخد بيري. عندي لكم معلومة يا جماعة، انه ذلك التاور، التاور اللي في الخلف اصله يعني ليس مصور هيك، اصله تمثال حقيقي وقعدوا يصوروا فيه كثير من الجوانب، بس تظهر كانها انيميشن 3D، يعني هيك مجموعة من الصور. به نعدو الفيزة الثانية ان شاء الله ما يعاودش يضربني واحد منهم. نقعد بزوز اتش بي بالفيز الاخر الاخرانية. شعر ضربني الثاني وطحنا كالغبي. لا باش نخسر، باش نخسر. بالي على الاقل القفزات نتاعهم نحسهم اصغر من العاده، العاده يكونوا اطول ولا اخيب. يسمات ان شاء الله فوق، نجي فوق اصحابه، ان شاء الله نجي فوق اصحابه. يبس جيت فوق اصحابه. بسم الله. طب باش يعملوا النار، باش يعملوا النار، باش يعملوا النار. وقتاش باش يعملوا النار؟ وقتاش باش يعملوا النار؟ باش يعملوا ضربتني واحده اللي من فوق يعني طلع الابليس. باش نخرج للخريطه ونبدل السلاح. باش نعاودوا مره اخرى. وها هو السلاح اللي اخترته، كنت باش نعمل بي شوتر يعني السلاح العادي متاع كاب هيد هونيك للضربة. انا اخترت هذا اللي تشارج، اظن تشارج افضل باش منضربش بعض الكرة. المهم الان لازم ننتبه. صح باش نرجع هذي بومرانك وسقط خاطر مريتش جيدا الصحابة. لازم نموت موت. وصلنا للفيز الاخرية الاخيرة وكالعادة عندي واحد اتش بي، ما نوصلش الفيز الأخيرة من دون واحد اتش بي. لازم نقعد على اتش بي. ربي به النار. جرب جيب لي هذي ولحال تجيني مشكلة. حسيت انه هذه المرة الوحدة متاع النار جابها بكرا. به نضربوه عشان مش نار. يس نوك اوت نوك اوت. قلت لكم هذا السلاح افضل. نقعدوا نفخوا، نقعدوا نفخوا. نايس
سو عملنا زوز وحيد، ماذا بيا نعمل ثلاثة في فيديو واحد. سو باش نمشيو للجزيرة الثالثة ونختاروا واحد باهي نعملوه. ان شاء الله الفار يكون موجود، اظن الفار موجود. يعني تو نعمل الفار، فار توم جيري. سو نمشيو هناك باش نستحقوا السلاح اللي كنا بيه، اللي هو هذا البي نكراها، هذه النحله نكراها يعني في العادي. خلي عاد تكون اكسبرت، لكن فارتو نعملوها مورين كوربس. السلامة. دونك يعمل القنابل كيف تضرب في القاعة تخرج نار. اي جوني. اوكي تم اكا قطوس من الخلف وطيش في حوايج وردية نعملهم عليهم بيري. هيك نعمل عليها بيري باش نقفز فوقه، نعطيه كعبة سبيشل زعما نربحها هذه في محاولة واحدة. بنجم نضربو ابس به فايز دول عم نعم. دونك لازمتني نحذر منه ونحذر من اذم المناشير. شنو شبيهم اخر هيك؟ صار الكل باش يجيو فرد وقتنا في باليش. شبيهم اخر الكل سخيت انتهيت. و هذا انت تخسر. ويجي القطوس ياكلو ونطو نضرب القطوس. بسم الله. اوكي فما واحد حاجة تسقط من فوق رد بالي منهم. وباش يخرجوا برشا اشباح لازمني نقتلهم. صار الاشباح يخرجوا كور صغيرة من في الوسط، معناها يضربوا القاعة يخرج كور صغيرة. باه لازم نحذر منهم. والله باش نضربوا بالاحمر خير، قاعد نقرب منه سيرش. يس خلينا بيري. بيري كيف تبدا حاجة من فوق يا صعبة. باش نعاود باش نخسر كعبة هيلث هكا باش ماتها. سو هذا يجم يضرب يا اما قنابل او هذا اللي في فمه. وزيد فمه الضربة اختي يقلب الاتجاه ويا بطي. باش يرجع القنابل تاعو. شعرت ضربت. يس حبيبي يا انت الله يلبس. كنت طمع حالي قطع حذاهم. يسالش المفروض تو انت امشي قط الوسط. يبقى في الوسط. لا حبش تحرق. يس بعد يا الوحدة خلتنيش. اجي نمشي نقلب اقلب 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 وضربتني في الاسفل. ما خلاني حتى مكان نمشي فيه. كعبة اثنين، كعبة اثنين، ثلاثة، أربعة. يس تهربوا منهم خير. خير نعمل كعبة بيري تنقص لي هيلف. نايس مالذي ركزنا وضربوه ونعطيوها كعبة سبيشل. والله عرفت بشي بحذايا. حالي وخرت انا غبي. اي انت يا عملتك سبيشل يا تكسع انت هيت. احرق. لا يس انت نعطيه كعبة سبيشل قبل ما يبدا يعمل حركته ونرجع تحت. وي لازم نعمل داش بين اللوحات اللي ضابط قبل ما نجيبش اشباح. عملي اليد افضل. اليد افضل من الاشباح. اليد اسهل من الاشباح. يس كل ضربات واجهوا الاشباح. اقفز كيف تهبط لوحدها. نقفز فما لوح.
يس يس اجل سبيشل مفروض يموت مفروض ينو يس مات ايزي ويطلع الفأر يتحكم بهذا الروبوت. يو اظن هذا يكفي هذا الفيديو عمله 3 وحيد. شو عجبكم لايك كومنت سبسكرايب تسميو الماريو في مدى الله وقد جبنا بي لا